الله نسوي التحدي. نون سوي التحدي. يلا وين الطوبة؟ ليش انت ما عندك طوبة؟ لا ما عندي طوبوني. امشي خلنا ناخذ فلوس من ملح الصالات ونخلي بابا يجيب لنا طوبة. بيستو الطوبة وقوال. يلا امشي. طبعا جينا للمول على مود ناخذ طوبة وقول يوسف وعبودي. شنو التحدي انتم بيناتكم؟ جزاءات. التحدي جزاءات مراوغات لبس جزاءات. جزاءات مراوغات. زين الخسران شو يصير بي؟ عقاب. زين هي الطوبة الفلوس مال الطوبة مين؟ منا. من عندكم اثنينكم؟ ايه مقتصر. يعني انت راح تدفع مال الجول وهو مال الطوبة لو اثنينكم اثنين ايش قد يكلفني تدفعوا شراكة؟ ايه. طبعا بالطريقة احنا جينا يوم هذني. طبعا جينا احنا ناخذ الطوبة والجول اخليكم تسوقون لكن بشار. بالتحدي مال الجزاءات انا احدد العقاب. ايه العقاب قوي. عادي. اوكي يلا شغل الامير. طبعا صارت هاي عادة انه ما نجي الاربيل اذا ما ركبوني بهاي المطارات. عبودي اصعد وياك؟ وياك اصعد وياك ونسبق يوسف. سابق يوسف؟ يلا روح عبودي. سبقنا اليوسف. سريعة والله سريعة سبقنا اليوسف. يوسف فرانا المسافة. بابا هاكي خففه. بطيء؟ بابا بشتري كان صراح. روح صار سريع. بادلوا بالمطارات عبودي ويوسف. ها يوسف هاي سريعة مال عبودي؟ والله عاد مهتبني جفتها هاي. ها عبودي شنو بطيئة مال يوسف؟ بعد امشي بمستعد. جينا لسبيس توم في مال المول حتى نشوف اكو عندهم جول وطوبة اذا اكو نفس الوقت. اذا ماكو نروح نشوف من اديداز الطوبة. طبعا طلعنا من سبيس توم لان ما لقينا الهدف فهسه راح نروح الكارفور. اذا ما لقينا الهدف ناخذ طوبة نسوي هدف صح؟ طبعا هسه جبنا طوبات طوبتين مكان الوحدة اثنين بس هدف ما لقينا فراح نسوي الهدف. تعال تعال خلينا نتفق ياهو هاي وهاي شنو الحركة يلا نشوف. اوش هاي قاعد ندور على جول نسوي جول. طبعا اكو هناك هاي بس هذا عبك كبير شنو جولين؟ رجزات جولين؟ زين هاي الطوبة مال من احنا لقينا؟ هاي مال يوسف. هاي مال يوسف ديك مالتك؟ اشوف هاي صده يا صده وين بعيدة؟ يلا كل واحد يضرب عليه طوبته. طبعا راح نضرب هسه من البداية التجريبي. طبعا شغلوا النافورات بعد ما نقدر لازم نغير المكان نروح الحديقة اللي ورا. طبعا بلغناهم للشسم انه عبود يوسف هنا عندهم تحدي والإدارة مال المجمع مشكورين طفوهن قالوا خلاص وراهم يدللون عبود يوسف. حسب شنو نبدي؟ بجزات يا الجول هذا لو هذا تختارون؟ حسب من اللي يبدي؟ كل واحد كم ضربة؟ كل ما لعبناهم بالتلفون خمسة بس هم خمسة. اوكي يلا اي بس العقاب انا حددت قلت لكم وعقاب قوي. خلينا هاي باعتبار نقطة الجزاء هنا يعني تخلوها بصفها يحسن يعني على اساس مال الجزاء. من تكون مستعد قول له يلا. طبعا هذا الجول اصبر خلينا نشوفهم الجول. الجول هاي الشجرة وهاي الشجرة. لا طلعت منك ما ينحسب. صح اذا صادت لفوق كلش ما ينحسب. بابا هي الجزاءات من خط خضراء حمراء. ايه من تطلع احنا وكي لازم حمراء. اوكي يلا مستعد؟ وبرا هاي اوت. اوت قلت لك من تصعد فوق. اي اوت هاي اوت. يلا هسه يوسف راح يضرب طوبته الزرقاء. برا هسه اثنين اوت مالتك ومالته. الضربه الثانيه واحد اثنين ثلاثه وبرا. اوه هو رجع وبرا. هسه انت كم واحده اوت؟ وهو اثنين اوت شنو ولا واحد سجل؟ هسه شنو يوسف؟ طبعا نسينا نجيب قفازات مال حارس مرمى. كم قويه الطوبه؟ يا الحلو بيها انه جبناهم كلش خفاف الطوبات. انت ثلاثة تن اوت ويوسف ثلاثة تن اوت. يلا الضربة الرابعة. اه صدق ما يصير صحيح ما يصير. هسه اربعة اوت اذا صارت خمسة تن اوت عندي حل ثاني.
وين هاي الأخيرة يعني إذا سجلتها تفوز وعبودي يتعاقب. عالية برا. هسا الحل الثاني. هسا الحل الثاني أنا أضربها للطوبة. يلا أنا أول. يلا يوسف راح يصورني. يوسف راح يصور هسا. أنا ما أدري شلون التصوير. يلا تعالوا تعالوا هسا الحل الأخير. الحل الأخير مراوغ. أوكي يلا مراوغ. أوه مراوغ 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 مراوغ. أوه أخذها عبودي أخذها عبودي. أوه جول. 1-0. الوقت دقيقة واحدة بس. روح روح روح. أوه الجول الثاني الجول الثاني. لا ما طلعت بعدها ما طلعت بعدها طخت بالعمود. أوه أخذها يوسف. إيه اخذها. جول 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 جول. هسه واحد كول انت واحد وعبودي واحد. هسه طوي مع عبودي خلينا نشوف. مراوغه مراوغه. اوه مراوغه. اخذها اخذها. اوه طلعت طلعت صح. ذاك الحط طلعت. اتفقنا انه الساحه كلها. يلا اوه اوت. هسه طوبه بيد يوسف. عبودي ضربها طلعت اوت. اوه اخذها اخذها. اوه الهدف الثاني العبودي. وخذها عبودي الهدف الثالث الهدف الثالث. اوه الهدف الثالث برا. لا ما طلعت بعدها ما طلعت. اوه لا لا. اوه الهدف الرابع. طبعا احنا ما يصير نحسب هيك. شلون طين يوسف هو صغير انت اكبر من عنده. فشنو الهدف مال يوسف باثنين يعني انت 4 هو سجل 1 فاثنين هو. هسه النتيجه 4-2. اذا هاي الجوله هسه انت فايز بيها. طينا بعد جزاءات كل واحد. لا كل واحد وحده. وين بعيده؟ لا هو ما يقدر يشوتها من بعيده. كل واحد وحده والفائز بيها هو يفوز. جزاءات كل واحد وحده فقط. هسه من اللي يبدي؟ انا اضرب من بعيد خلي هو يضرب. يلا اوكي يوسف هو يضرب من بعيد وانت من قريب. عبودي يقول يلا وافق. اوه اوت. تعال يوسف اضربها من قريب. هسه يوسف اللي يضرب منه اخر ضربه. 1-2-3. الفائز بهذا التحدي اليوم هو ما يصير هو. ليش الشوط الثاني؟ ليش الشوط الثاني؟ الشوط مو يلعبون هم الشوط الاول والشوط الثاني؟ ايه انا اريد الشوط الثاني. اه والله الشوط الثاني. اوكي يلا بدل هناك تعال هناك. هذا الجول صار مال يوسف وهذا مال عبودي. يلا هسه كل مرجع بجوله. فهسه هالمره راح تكون انطلقوا. اوه يلا هذا الشوط الثاني. انت مو تدري الشوط الثاني. اوه انطلاقه انطلاقه. اوه هسه 4-3. يلا ينطلق ينطلق عبودي ينطلق. اوه ينطلق. اوه اوه لزم. اخذها يوسف اخذها. روح روح. اوه روغه روغه. روح انطلق. اوه انت الشوط الثاني. صار هسه 4 كل الشوط الاول انه حسبنا 2 توافقت مو انه الهدف باثنين. فاذا صار تعادل. نجيب خلي ايديكم طيني. اليوم الفائزين عبودي يوسف. تعادل ماكو خسارة اليوم ماكو عقوبة. لين وصلنا لنهاية الفيديو لا تنسوا لايك تشتركوا بالقناة وتفعلوا الجرس حتى يصلكم كل جديد. اوه باي.